فين الفرشة بتاعتي؟ الفرشة فين؟ أنا كنت سايبها هنا. أنا راحت فين الفرشة دي؟ ياه، دي الفرشة في إيدي وبدور عليها. ليه كده يا بوجي بس؟ يا بوجي يا بوجي، يلا الأكل جاهز. ماليش نفسي يا تمتم، مش عايز أكل دلوقتي. غريبة، هاي أول مرة تقول شبعان. ما قلت الشبعان، بقول ماليش نفس. ايه ده، انت خلصت اللوحة كده؟ لوحة ايه بس يا تمتم؟ بس اللي خلصتها. الله، وانا رسمت حاجة من الصبح. امال ايه ده؟ شخبطة يا ستي، شخبطة. كل ما تجيلي فكرة. سلام، يعني حضرتك بتشخبط وعامل مشغول؟ اوه تعالى بقى كل، انت ما جعتش؟ كفاية بقى يا تمتم بقى. الله، قلنا ليك ماليش نفس ومش هرسب كمان. هه عاجبك كده؟ عشان تستريح. انا كده زعلت اهو. معلش حقك عليا، ما تزعلش يا بوجي. انا زعلان. انا عارفه انك زعلان قوي قوي. صدق انا كمان مش عارفه اقرا اي حاجه من الصبح. ايه يا سلام، هو في اسهل من القرايه؟ تبصي في الكتاب تقومي تقري على طول. يا ابني يا ابني، القرايه لازم عايزه تركيز عشان الواحد يفهم. انت فاكرني ايه؟ بغبغان؟ بغبغان؟ هو فين البغبغان؟ ايه ده؟ انا بغبغان؟ الله يسامحك يا سبوجي، وكمان انت رميت الفرشة وكانت هتيجي عليا وتوسخ هدومي. انت اسف يا تمتم، متأسف. مش قصدي، ما انت عارفة انني زعلان. خلاص، طب يلا بقى عشان ناكل ونفتح نفس بعضينا. صدقيني يا تمتم ماليش نفس. وانا كمان مش واكلة، انا رايحة ارتب مكتبتي. كده زعلت تمتم؟ انا مخصمك. بتحملها عشان شبهك؟ طيب، هو انا ما اقولكش على حاجة وتعملها ابدا؟ ايه هو على ايه؟ الرزة، ركبت رزة جديدة لباب المخزن بدل اللي انكسرت من امبارح. وادي القديمة ولسه القفل فيها. لقيت انت المفتاح؟ انا دورت عليه مش لاقيه، يظهر انه ضاع بقى. طب وايه العمل دلوقتي؟ شوف يا سيدي، روح لعم حسن اشتري منه قفل جديد، وروح ركبه واقفل المخزن وهات المفاتيح. خلي معايا مفتاح وانت مفتاح. طب بس روح عوام، روح انت بس يلا. طب ما تيجي معايا. لا انا واقف هنا شويه. يا ابني مفيش فايده، لا الفيل راجع ولا الحرامي. انت لسه واقف يا سيكا؟ اسمع اسمع، ما تقعدش ترغي كتير، كلمه واحده وبس. ها ماله بيعمل كده ليه؟ انا مخصمة بوجي. عيب يا طماطم، الخصام عيب. عشان هو زعلك برضو عيب، ما يصحش نخاصم حد بنحبه. هتحكي لي حكاية؟ عندك يا طماطم الكتب الملونة بتاعتك؟ لا، عاوزك انت تحكي لي حكاية. بس بقى هنلاقي في اللي فيه امتى؟ قلنا خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده بقى. لا، لازم ندور عليه لغاية ما نلاقيه. احنا مش قلنا رجع لاصحابه؟ خلاص بقى خلاص. الله، انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ اي اي مالك يا طمطم؟ مالك؟ اي ابوجي، الحقني يا ابوجي. اتفضل يا سيدي، المفاتيح اهي. عاوز بقى حاجه تاني؟ لا متشكر بقى. هات بقى تمن القفل. قفلت المخزن كويس؟ هو كان مقفول من امبارح، وعم حسن ركب القفل بنفسه. ايه اللي خلاك تودي عم حسن عند المخزن؟ وانا مالي بقى؟ انا مش قلت لك تختصر في الكلام؟ هو اللي قال لي وراح قفل الباب. هات بقى الفلوس عشان ماشي. رايح فين؟ هجيب سنارة. طب بقول لك ايه، ما تعمل لي سنارة معاك يا زيكا. وانا مالي بقى، اعمل انت. الله، انت مش عايزنا نصطاد معاك؟ انت حر، بس هات الفلوس بقى بتاعت القفل. طيب اتعلمني الصد. اشمعنا دلوقتي؟ نتسلى يا زيكا، بدل ما احنا قاعدين كده يعني. ومين قال لك اني عاوز اتسلى؟ امال عاوز ايه؟ عاوز الفيل، وضروري هجيبه من تحت الارض. بطل فشر بقى. هات الفلوس بس الاول، مالكش دعوه بيا. اشوفها واحسها ضاعت خلاص، راحت خلاص، راحت خلاص. بالفيل يا صاحبي انت فين؟ يا عز صاحب رحت فين؟ بالفيل يا صاحبي انت فين؟
صاحب رحت فين؟ لا لعبة بتسليني ولا غنوة بتفرحني. لا لعبة بتسليني ولا غنوة بتفرحني. وحشاني زلمتك أنا أحضنها 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 وتمرجحني أحضنها وتمرجحني. على فكرة أنا زعلان على فكرة أنا زعلان ومهما أشوت الكرة ومهما أجيب في جوان ومهما أقلب برافو جزيل وواد فنان ما بقتش أحس بفرحة حتى وأنا فرحان ما بقتش أحس بفرحة حتى وأنا فرحان. الفيل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ مرسم دواير دواير ووش من غير عينين مبقتش على الرسم قادر كأني من غير ايدين. صاحبي العزيز ضاع مني ولا حد بيطمني. صاحبي العزيز ضاع مني ولا حد بيطمني ويقول لي هتشوفه تاني ويقول لي هتشوفه تاني. الفيل يا صاحبي انت فين عز صاحب رحت فين؟ الفيل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ كتبي الجميلة رميتها ما بقتش اروح ناحيتها علشان حبيبي اللي بنبي ما بقتش شايفه جنبي. الاكل طعمه اتغير وحتى طعم السكر وحتى صاحبتي مرمر ما بقتش ازورها في بيتها. وحتى صاحبتي مرمر ما بقتش ازورها في بيتها. فلفل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ صاحبي انت من فين يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ فلفل يا صاحبي انت فين يا عز صاحب رحت فين؟ اهلا اهلا يا طماطم. اهلا يا معمر. انت واقفه بقالك كتير؟ متاسف يا ستي، اصل كنت تحت بشتري حاجه وجبتلك بونبوني كمان. تعالي ادخلي يا طماطم. تعالي تعالي يا حبيبتي، افتحي ايدك خدي البونبوني. ها قوليلي بقى عامله ايه؟ ولا حاجه، عاوزه فلافل. بتحبيه للدرجات يا طماطم؟ ده انا بحبه قد الدنيا كلها. طب وعم عنبر؟ لا انت كمان بحبك. انت سكر. شفتي ده؟ ايه ده يا عم عمرو؟ ده مسرح عرايس نونو. مسرح عرايس؟ الله، انا بحب العرايس قوي. طب وفين العرايس؟ صبرك عليا يا ست طماطم. شفتي؟ شوفي يا ستي، انا هحكي لك حكايه هتعجبك قوي، بس فتحي ودانك معايا عشان تفهمي الحكايه. خلاص؟ خلاص. كان في بنت سنيورة وأمورة واسمها طماطم. هي كمان اسمها طماطم؟ طماطم دي بقى كانت ماشية رايحة مشوار.
طماطم وهي ماشية لقت كورة كبيرة وجميلة، مسكت الكورة الكبيرة الجميلة وقعدت تدور على أصحابها وتقول يا ترى أصحاب الكورة دي فين. بصت يمين ما لقتش حد، بصت شمال برضو ما فيش حد، بصت وراها ما لقتش حد. يا ترى الكورة الكبيرة الجميلة دي جت منين وصحابها مين؟ طب هي عايزة تلعب بيها وفي نفس الوقت عايزة تشوف مين أصحابها عشان تلعب معاهم كمان. قالت أنادي، يمكن لما نادي أصحاب الكورة الكبيرة الجميلة دي يسمعوني. قعدت تنادي تنادي، مفيش حد رد عليها. راحت طماطم حدفة الكورة على الأرض، الكورة نطت وطلعت لفوق لفوق خالص. قالت لها يا كورة يا كبيرة يا جميلة انزلي بقى. الكورة ما نزلتش وفضلت متعلقة في الهواء فوق فوق خالص خالص. طماطم قالت وبعدين، يعني الكورة مش هتنزل ولا ايه؟ جات لها فكرة. راحت طماطم جابت سلم طويل طويل قوي، وجابت السلم وسندته على الهوا وراحت طلع عليه. كل ما تطلع الكورة تعلى لفوق، كل ما تطلع حبة الكورة تعلى حبة. طماطم تطلع حبة، الكورة تطلع حبة، لغاية خلاص ما حصلت آخر السلم. وقبل طماطم ما تحتار راحت الكورة نازلة وقعدت تتنطط تتنطط على الأرض. طماطم الشاطرة مسكت السلم جامد قوي أحسن تقع، ونزلت بالراحة واحدة 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 وهي ماسكة في السلم وخايفة وماسكة جامد قوي. ولما قربت من الأرض بصت لتحت لقت الكورة واقفة مستنياها. نزلت طماطم وقربت من الكورة، كل ما تقرب الكورة تجري بعيد وتقع. قالت لها طماطم يا كورة حرام عليكي، أنا تعبت من الجري، استني بقى أحسن أزعل منك. الكورة كل شوية تبعد وكأنها بتحاورها. إيه رأيك بقى؟ وبعدين يا مام؟ بعدين إيه؟ عملت إيه؟ مسكت الكورة؟ ما هو ده بقى اللي هنشوفه في الفصل اللي جاي. طب يلا كمل الحدوتة المرة الجاية إن شاء الله. بس ما قلتليش إيه رأيك في المسرح النونو ده؟ حكاية حلوة قوي. ليه طنطا ما بتقوليش الحواريت زيك كده؟ علمها يا عم عنبر وديها المسرح ده تبقى تحكي لي فيه الحواديت كلها. عم عنبر. نعم يا حبيبتي. هو انت اللي عامل المسرح ده؟ طبعا. انت شاطر قوي. مش انا فنان؟ صح انت فنان شاطر قوي. يعني مبسوطة مني؟ ايوه. طيب مش عاوزة حاجة تانية؟ عاوزة فلافله يا عم عنبر. هو انت مش قلتلي هتدور عليه وتجيبه؟ طيب بقول ايه، ما تروح تدوري عليه في المخزن يمكن تلاقيه هناك. صحيح انا دورت في كل مكان ما عدا المخزن، يمكن يكون هناك. فلافيلو